والإسلام مصدر أسلم فتأتي متعدية ولازمة، فمن تعديها قول الله تعالى أسلمت وجهي، إني أسلمت وجهي لله رب العالمين. أسلمت وجهي هذا متعدية، وجهي مفعول، ومن الإتيان بها لازمة قول الله تعالى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فعديت بالحرف فدل ذلك على لزومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف له الإسلام بحقيقته فقال أن تسلم قلبك لله. الإسلام تعريفه الجامع أن تسلم قلبك لله، وإسلام القلب لله معناه أن تنطلق من هذا الدين في كل أمورك، ففي تصوراتك وعلمك أنت منطلق من التسليم لله، وفي أفعالك وأقوالك أنت مستسلم لأمر الله، وفي أخلاقك وقيمك أنت مستسلم لأمر الله، فليس لك مرجع ولا مأخذ ولا مصدر إلا من قبل الله جل جلاله. ولذلك قال أن تسلم قلبك لله. والأصل أن تسلم كل شيء لله، أن تسلم قلبك وروحك وبدنك لله وعقلك لله، لكن القلب هو أخص هذه، فإذا سلم القلب وأسلم لله فإن كل الجوارح تابعة له لأنه سلطان الجوارح. ولهذا فإن القناعة تنطلق من القلب ثم يوزعها على الجوارح ثم بعد ذلك تكون عملا. وأهل العلم يذكرون من أدب التلاوة، أدب تلاوة القرآن، أن يكون القرآن باللسان والأذن عند اللسان والقلب عند الأذن، ثم يوزع القلب ذلك على الجوارح فينظر الإنسان إلى الأوامر، فإن كان ممتثلا فهي نعمة تستحق الشكر فيبادر إلى شكرها، وإن كان غير ممتثل فهي ذلك ذنب يقتضي التوبة فيبادر إلى التوبة ولا يؤخرها، وهكذا إن جاء نهي عرضه أيضا، فإن كان مجتنبا فهذه نعمة تستحق الشكر فليبادر إلى شكرها وهو قيدها، وإن كان غير مجتنب فهذا ذنب يستحق التوبة فليبادر إلى التوبة ولا يؤخرها، وهكذا. لذلك قال أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. هذا من تمام الإسلام، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فهذا أيضا الإسلام مصدر، وهذا المصدر هو أصل الاشتقاق كما قال ابن مالك، وكونه أصلا لهذين انتخب، كونه أي المصدر أصلا لهذين أي الفعل والوصف انتخب معناه اختيرا، ولهذا المصدر يكون مما يشتق منه عدد من الأفعال. فجاء الإسلام إسلام القلب لله، وجاء السلام للناس، جاء السلام للمؤمنين، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فمن أسلم لله فالتزم بدين الله عقيدة وأخلاقا وسلوكا وعبادة وتشريعا، فهذا أسلم قلبه لله. لكن إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإسلامه ناقص. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلمون إخوان لكل مسلم، كل من أسلم قلبه لله فقد أصبح المسلمون جميعا إخوانا له، فلذلك عليه أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يشمل من مات من المسلمين في الماضي، ومن يعيش معك في الحال، ومن سيولد بعدك في المستقبل. فإن كثيرا من الناس لا يسلم منه من مات من الماضين، ولا يسلم منه أحد من معاصريه عرفه، ولا يسلم منه من يولد بعده، لأنه سيورثهم عداوات وشنآن ومشكلات. لكن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يتطاول عليهم بلسانه، ولا يحمل غيبة ولا نميمة ولا كذبا ولا إفكا ولا هزأ ولا سخرية. ويسلم المسلمون أيضا من يده فلا يؤذيهم بأية أذية،
سواء كانت بالمباشر أو بالتسبب.